وانا امنيتي الشخصيه يعني اني ابني فريق اني نافس في بطوله اسيا. هذه امنيه شخصيه بالنسبه لي ان الفريق يقدر ينافس على بطوله اسيا، وهذه يعني مثل ما تقول الامنيه اللي يعني تقدر تقول كل يوم افكر فيها هي بطوله اسيا. طبعا الطريق الى بطوله اسيا تعني انك انت تحرز بطولاتك المحليه. صحيح. ولكن الاهلي قبلي انا احرز. قبل سنتين من الان اكد سعادة عبد الله النابوده في برنامج رياضي بعد تتويج الفريق بالثلاثيه المحليه بان الاهلي سينافس على البطوله الاسيويه خلال العامين المقبلين، وبان البطوله الاسيويه تعتبر مهمه ومن ضمن اهداف الفريق كما هي حال البطولات المحليه. سخر منه البعض بسبب هذا التصريح، ولكن اليوم ها نحن نرى فريق الأهلي مع الأربعة الكبار في القارة الأكبر في العالم. نعم، الفريق الأهلاوي وصل لهذه المرحلة بعد جهود كبيرة مبذولة من قبل إدارة الفريق التي هيئت الفريق ودعمته بشكل كبير للمنافسة على البطولة الأغلى في القارة. في النسخة الماضية من البطولة الآسيوية كان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التأهل من دور المجموعات، ولكن لعنة الدقائق الأخيرة منعته من ذلك أمام السد القطري، ليخرج الفريق من البطولة بعد مستويات رائعة قدمت في المباريات الملعوبة. وبعد الخروج الآسيوي انهالت أصابع الاتهام للإدارة والمدرب بالتسبب في خروج الفريق من البطولة وعدم التأهل لدور 16 مع وجود لاعبين على أعلى مستوى ودكة عامرة باللاعبين، ولكن الإدارة أصرت على التجديد للمدير الفني أولاريو كوزمن، وهو سرعان ما أثبت للجميع بأنه قادر على قيادة الفريق للمنافسة في البطولة الآسيوية من خلال تأهله لدور الأربعة من البطولة لأول مرة في تاريخه. الآن الجميع بانتظار موقعة الهلال ذهابا وإيابا لمعرفة مصير الفريق الأهلاوي. هل سيتأهل الأهلي للمباراة النهائية ويحقق الإنجاز التاريخي؟ أم هناك حديث آخر للهلال السعودي؟